صباح الخير طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير، إن شاء الله صحة وسلامة لكم جميعا أنتم وعوائلكم. طبعا تعرفون هذه الظروف اللي مر بيها البلد واللي عاقت أنه نمطي المحاضرات مالتنا بطريقتنا المعتادة. فاليوم راح نعطيكم إن شاء الله محاضرة الجلوكوما، اللي هي سابقا كنا نعطيها بمحاضرتين، بس اني هسه انا اختصرتها سويتها محاضرة واحدة، اختاريت المين توبكس لكم على مود يعني تصير عندكم فكرة عن موضوع الجلوكوما باعتباره موضوع مهم جدا وما يخلى اي امتحان من اسئلة سواء بالام سي كيو او بالاسي من محاضرة الجلوكوما. طبعا احنا من نريد نتحدث عن الجلوكوما، اول شيء لازم نحكي على الاكويس هيومر وعلى الانترا اوكيلر بريشر. شنو هو الاكويس هيومر؟ الاكويس هيومر هو الترانسبيرنت انترا اوكيلر فلويد ذات فول ذا انتيرير اند بوستيرير تشامبر وذ ا فيري لو بروتين كونتنت ذان بلازما. فانكشن اوف اكويس هيومر. The main function of aqueous humor is the maintenance of normal intraocular pressure and nutrition to the avascular structures اللي هي الكورنيا واللينس، لان انتم تعرفون الكورنيا واللينس بالاي ما بيها blood vessels. How it gets its nutrition through the aqueous humor. والنقطة الثالثة هو يعتبر من الرفراكتيف ميديا of the eye. طبعا الاكويس هيومر to maintain the aqueous humor pressure there will be a balance control between the aqueous production and aqueous drainage. فهنا ال aqueous production we have three mechanisms. طبعا ال aqueous is produced by the non-pigmented epithelium of the ciliary body processes. Ciliary body processes أو ciliary body بصورة عامة مكون من two parts. بارت يسموه البارس بلانا، وهذا اللي هو بوستيرير بارت، والانتيرير بارت اللي هو يسمونه البارس بلايكاتا. البارس بلايكاتا اللي هو يحتوي على السيلياري بروسيسز. هذه السيلياري بروسيسز بيها تو تايبس اوف ابيثيليوم بيجمنتد او تو لايرز اوف ابيثيليوم، بيجمنتد ابيثيليال لاير اند نون بيجمنتد ابيثيليال لاير. النون بيجمنتد ابيثيليال لاير بالسيلياري بروسيسز هي الريسبونسبل فور اكويس برودكشن. هنا عندنا 3 main mechanisms for aqueous production. The main and the most important mechanism هي active secretion، وهي من اسمها active يعني it is an active mechanism using the ATP. هنا عندنا 2 important enzyme موجودة بال non-pigmented epithelium of cellular processes. واحد يسموه الكربونيك انهايدريز انزيم ريسبونسبل فور اكويس برودكشن، وعندنا الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب ايضا. السكند ميكانيزم هي الالترا فلتريشن، والالترا فلتريشن ديو تو ديفرنس ان ذا هيدروستاتيك بريشر. يعني شنو معناه؟ معناها بما انه البلود بريشر انسايد ذا بلود فيزلز اعلى من البلود بريشر انسايد ذا اي، فهذا راح يسوي فلتريشن لل fluid من البلود فيزلز للانتيرير تشامبر، وهذه هي السكند ميكانيزم. والميكانيزم الثالثه اللي هي الباسيف ديفيوجن. هذه الباسيف ديفيوجن تصير ديو تو ديفرنس ان ذا اوزموتيك بريشر بتوين ذا بلود فيزلز اند ذا سيلير بودي ستروما اند ذا تشامبرز اوف ذا اي. بما انه بروتين كونتنت اوزموتيك بريشر بالاي اعلى، فهذا راح يسوي باسيف ديفيوجن للفلويد من البلود فيزلز للبوستيرير تشامبر. فهذه هي 3 ميكانيزم فور اكويس فورميشن. هنا طبعا عندنا مخطط يوضح لنا الاناتومي. الاناتومي مقطع بال يعني هنا اذا تلاحظون هذا هو السيليري بودي. البوستيرير بارت يسموه البارس بلانا، والانتيرير بارت يسموه البارس بلايكاتا اللي يحتوي على السيلير بروسيسز. هنا يصير الاكويس هيومر سكريشن، يتجمع الاكويس بالبوستيرير تشامبر، يعبر من البوستيرير تشامبر للانتيرير تشامبر ثرو ذا بيوبل
من يوصل للانتيرير تشامبر هنا يبدي الاكويس درينج. واضح الاكويس درينج. طبعا الاكويس درينج ايضا عندنا ميكانيزمز للاكويس درينج. هنا عندنا هذه الصوره الثانيه اذا تلاحظون، هذه مقطع بالانجل اوف ذا اي، هذه يسمونه سكليرال سبير، هذه هي الترابيكولار مش وورك اللي يشوفوها فينستريتد. هنا يدخل الاكويس الى ان يوصل للشليم كانال، من الترابيكولار مش وورك للشليم كانال وبعدين للابسكليرال فينوس بلكسس على مود يرجع لل، طبعا الاكويس درينج. هسه عرفت الباثوي مع الاكويس درينج اللي هو هذا اللي نسميه نورمال اكويس درينج باثوي. واضح عن طريق الترابيكولار مش وورك، واكو جزء من الاكويس يروح على عن طريق اليوفيو سكليرال باثوي. نجي للانترا اوكيلر برجر. شنو هو النورمال انترا اوكيلر برجر؟ هو البرجر اندر ويتش ذا اي فانكشن نورمالي، وهذا النورمال هو يتراوح بين 10 الى 21 ملم مركري، بس اكو نورمال ديفرنس بتوين بوث اي تقريبا اقل من 4 ملم مركري. هذا البرجر يختلف من بيرسون لبيرسون. هو هذا الافريج 10 الى 21، بس مو معناها اني نفسي عندي البرجر مره يصير 10 مره يصير 20، لا. اكو بيرسون نورمال انترا اوكيلر برجر مالته 10، اكو بيرسون نورمال انترا اوكيلر برجر مالته 15، اكو بيرسون نورمال انترا اوكيلر برجر مالته 20. هذا نورمال. اكو ديفرنس بين بوث ايز تقريبا ما يزيد عن 4 ملم مركري. واضح هذا هو النورمال اللي هو الاي مالته فانكشن النورمالي انت اندر ذس برجر. طبعا اكو دايورنال فاريشن يصير بالانترا اوكيلر برجر، يعني انا الانترا اوكيلر برجر مالتي بالليل مو مثل النهار. اعلى ليفل يوصل له الانترا اوكيلر برجر هو ات ذا مورنينج، والاقل ليفل هو ات ذا ايفنينج. هسه راح نعرف ليش، لان عندنا 3 ثيوريز. الثيوري الاولى تقول بسبب الاوكيلر مساج ديورنج داي، يعني انا خلال فتره النهار كل ساعه احك عيني افرك عيني، هذا المساج اللي يصير على الاي بسبب الحكه او الفرك للعين ايش راح يسوي؟ يزيد الاكويس درينج فيقل الانترا اوكيلر بريشر خلال فتره النهار الى ان يوصل للايفنينج واصل الى اقل مستوى. العامل الثاني او الثيوري الثاني يقولون الفينوس ستاجنيشن ديورنج سليب، لانه انا ديورنج سليب راح يصير فينوس ستاجنيشن. هذا الفينوس ستاجنيشن راح يقلل الاكويس اوت فلو، فخلال فتره الليل ستاجنيشن الى ان يوصل وقت الصباح القى اني الانترا اوكيلر بريشر واصل الى اعلى مستوى. والثيوري الثالثه هو بسبب السيركاديان ريذم اوف ستيرويد. طبعا كلكم تعرفون انه الستيرويد تاثر على الانترا اوكيلر بريشر، وبما انه الستيرويد لها سيركاديان ريذم، الستيرويد اللي هي نورمال موجوده بالبادي اللي هو كورتيزول سكريشن بالبادي، اعلى ليفل يوصل له الستيرويد هو ات ذا ايرلي مورنينج، فهذا اعلى ليفل صاحبه ارتفاع ايضا بالانترا اوكيلر بريشر. واضح؟ هذه هي ثيوريز فور دايورنال ريشن اوف انترا اوكيلر بريشر. زين هسه حكينا على الانترا اوكيلر بريشر، زين انا شلون راح اقيس الانترا اوكيلر بريشر للبيشنت من يجيني؟ يعني انا جاي احكي واقول الجلوكوما ولازم اقيس الانترا اوكيلر، شلون اقيسه؟ هنا عندنا اكو كرود ميثود اللي هي الطريقه اللي هي مو دقيقه تقديريه نقدر اللي هي باي ديجيتال بالبيشن. اجي انا باصابعي واضغط على الكورنيا، طبعا مو مباشره اطخ الكورنيا، لا. I ask the patient to close his eye gently and I press the cornea. هنا راح اقدر اعرف انه هل البرجر عالي عند البيشنت او فيري لو، فيري هاي اور فيري لو، بس ما اقدر اقيسه بالضبط ايش قد. اذا اريد اقيس البرجر مضبوط هنا لازم استخدم التونوميتر. التونوميتر هي الانسترومنت يوزد تو ميجر ذا انترا اوكيلر برجر. عندنا ديفرنت تايبس اوف تونوميتر، كل واحد يستخدم مبدا معين. قسم تستخدم مبدا الاندنتيشن، مثلا عندنا الشايوتس. قسم يستخدم مبدا الابلينيشن تونوميتر مثل الجولدمان ابلينيشن تونوميتر او البيركن هانتل تونوميتر، وقسم يستخدم مبدا الايرباف تونوميتر. طبعا ذني الاندنتيشن والابلينيشن والبيركن ذني يصير كونتاكت ويا وذ ذا كورني، فلازم اخلي شنو توبيكال انستيزيا.
الاير باف تونوميتر هذا يصير نون كونتاكت، مجرد باف اوف اير، فهذا ما يحتاج توبيكال انستيزيا. وهذه هنا انا مخلي لكم صور متعدده على different types of tonometers. هسه حكينا احنا على المقدمه الاكوياس والانتراوكيولار بريشر ميثود تو ميجر الانتراوكيولار بريشر. هسه نبدي بالجلوكوما. اول شيء لازم نعرف شنو تعريف الجلوكوما، شنو يقصد بالجلوكوما. الجلوكوما is a pathological elevation of intraocular pressure that lead to optic nerve damage and visual field defect. يعني انا مو كل واحد القى عنده هاي intraocular pressure اقول جلوكوما. اكو هواي ناس عندهم هاي intraocular pressure بس هم مو جلوكوما، نسميه ocular hypertension. ما دام اكو هاي intraocular pressure بدون optic nerve damage وبدون visual field defect هذا ما يعتبر جلوكوما، يعتبر اوكيلر هايبرتنشن. الجلوكوما لازم اكو هاي انترا اوكيلر بريشر وذ اوبتيك نيرف دامج اند فيجوال فيلد ديفكت. واضح. وهنا الجلوكوما كلاسيفيكيشن مالتها ممكن تكون كونجنيتال، ممكن اكوايرد، والاكوايرد ممكن تكون اوبن انجل او كلوزد. واضح. هذا فد مخطط على الاوبن انجل والكلوز انجل. اذا تلاحظون الانجل هنا هذه الانجل شوفوها كلوزد بحيث البريفرال ايريس طابق على الترابيكولار مشورك، ساد المنفذ مال الدرينج مال الاكويس، فهنا هذه نسميها كلوز انجل جلوكوما. هنا هذه هي الاوبن انجل. اذا تلاحظون الانجل از اوبند ترابيكولار الايريس اواي فروم ذا ترابيكولار مشورك، ولكن اكو ديفكتيف بالدرينج، يعني الاكويس يجي يوصل الترابيكولار مشورك بس ما يعبر مدى يصير له ادرينج. واضح. هذا ايضا يسبب لنا الاوبن انجل جلوكوما. هسه راح نجي نفصل انواع الجلوكوما هذه اللي حكيناها، كل واحد ناخذ تفاصيله. نبدي بالكونجنيتال جلوكوما. الكونجنيتال جلوكوما هو عباره عن increase intraocular pressure leading to optic nerve damage due to congenital anomalies closing the angle of the anterior chamber. يعني هنا احنا الطفل انولد اكو عنده فد انومالي بالانجل اوف ذا اي، هي هذه اللي منعت الدرينج through the angle. وهنا عادة الساينز والسيمتومز تظهر خلال السنة الأولى من العمر. شلون راح يجيني البرزنتيشن؟ يعني هو تشايلد بعمر سنة مثلا، شلون أنا أعرف عنده جلوكوما؟ قابل أنا مثلا أي تشايلد أقيس للإنترا أوكيلر بريشر حتى أعرف عنده جلوكوما أو ما عنده جلوكوما؟ هنا عادة السيمتومز تجي المذر هي تنطينا السيمتومز. الأرلي سيمتومز تجي المذر تقول للتشايلد يشكي من لاكريميشن، فوتوفوبيا، بليفاروسبازم. هذه بالبداية أول ما تبدي الجلوكوما، لاكريميشن، فوتوفوبيا، بليفاروسبازم. بعدين إذا ما تعالج الطفل أو ما تشخص هذا الهاي انترا أوكيلار بريشر الموجود انسايد ذا آي، الاي بالطفل تكون الاستيك، بعدها السكليرا والكورنيا الوول اوف ذا اي بعدها الاستيك، فيبدي يصير بي ستراتشنج. من يصير ستراتشنج بسبب الهاي انترا اوكلر، يعني كانه الاي تنفخ بسبب الضغط العالي داخلها. من تنفخ الاي ايش راح يصير؟ راح يصير حجم العين كبير، نسميها اللارج اي او نسميها البوف ثالموس او يسموها الاوكس اي. واضح. فهذا ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا انكريز بالكورنيال دايمتر، وممكن ايضا تصير الكورنيا هيزي. اجي افحص الكورنيا ايش راح القى بيها؟ راح القى الكورنيال دايمتر انكريز، يعني من 12 الى 16 ملم. القى الكورنيا ممكن تصير هيزي او اديمتس بسبب الهاي انترا اوكيلر بريشر، والقى هوريزونتال لاينز موجوده او هوريزونتال سترايا موجوده بالكورنيا ديو تو breaks in the distant membrane of the cornea بسبب stretching اللي صار بالكورنيا، نسميها هابس سترايا. بالنسبة للسكليرا، تعرفون السكليرا الكلر مالتها وايت، لما يصير stretching بالسكليرا راح يصير السكليرا thin. من يصير thin راح أبدي أشوف الأندرلاين كورويد اللي تحت السكليرا، فهنا الكلر of the سكليرا راح يصير blue. الأنتيريور chamber راح تكون deep. واضح. اقيس الانترا اوكيلر بريشر القاه عالي. افحص الفندس راح القى كوبينج بالاوبتيك نيرف، نسميه جلوكوماتوس اوبتيك نيرف كوبينج. اذا افحص الانجل
نسوي جونيوسكوبي. جونيوسكوبي معناها examination of the angle of the eye. فإذا أفحص الأنجل راح ألقى الأبنورماليتيز اللي موجودة بالأنجل اللي هي سببت لي الجلوكوما. وعادة نلقى ممبرين covering the trabecular meshwork. وهذا الممبرين هو اللي prevent drainage of aqueous. يسموه البركان. واضح؟ هنا هذه صورتين. شوفوا هذا البيشنت، هذا تشايلد. اذا تلاحظون الفرق بين الكورنيال دايمتر مال الرايت والليفت اي، طبعا الكورنيا هنا بعدتي كلير مو هيزي، ولكن الكورنيال دايمتر عالي، هذا معناها عنده كونجنتال جلوكوما. هذا تشايلد الثاني لا، الكورنيال دايمتر انكريز ويا شنو بعد يصير هيزنس بالكورنيا. هذا البيشنت ايضا شوفوا، هذا عندنا الرايت اي والليفت اي. الرايت اي اللي بيها جلوكوما ولارج كورنيال دايمتر. اذا نفحص الفندس مالته راح نلقى الكب ديسك ريشيو عاليه عده، لانه كبنج صاير بسبب الجلوكوما، في حين الاذر اي نشوف الكب نورمال مالته. واذا نشوف الكورنيا مالته راح نشوف هذه الهوريزونتال ستراي اللي موجوده اللي سميناها هابس ستراي، اللي هي بسبب الديسمنت ممبرين بريك بالكورنيا. The diagnosis of congenital glaucoma. لازم أول شيء نقيس الكورنيال دايميتر، لأن قلنا يصير عندنا increase بالكورنيال دايميتر. اثنين أقيس الانتراوكيولار بريشر. ثلاثة أسوي جونيوسكوبي. طبعاً إحنا من قلنا السيمتومز، إذا تذكرون أول ما حكينا السيمتومز of congenital glaucoma، قلنا ممكن يجي فوتوفوبيا، بليفاروسبازم، لاكريميشن. فواحد يسأل ببالكم يقول يعني أنا أي طفل يجيني عنده فوتوفوبيا او لاكريميشن او بليفاروس بازم اقول كونجنتال جلوكوما؟ لا. اذا احنا هذه السيمتومز مالتنا راح نخلي ديفرنشال دايجنوسيس، يعني نجي للسيمتومز وحده وحده. اذا جان المريض عنده كورنيال انلارجمنت، شنو الكوزز اوف كورنيال انلارجمنت؟ واحد منهم هو الكونجنتال جلوكوما، وممكن لا ميغالو كورنيا. اكو ناس نورمالي عندهم هم الكورنيا مالتهم لارج يسموها ميغالو كورنيا، او عندنا الكونجنتال مايوبيا ايضا يجون بهالطريقة. واضح؟ فإذا أنا لازم أقيس الانتراوكيولار بريشر، يلا أميز بيناتهم. إذا جان المريض عنده كورنيال كلاودينج أو هيزي كورنيا، هنا عندنا many causes for hazy cornea in children. ممكن كيراتيتس from intrauterine infection، ممكن traumatic corneal edema، ممكن metabolic disorder for مثلا mucopolysaccharidosis، السكليروكورنيا، الكورنيال ديستروفيز، الكورنيا بلانا، بالاضافه للكونجنتال جلوكوما. فاذا هنا لازم اقيس الانتراوكيولار بريشر، يلا اقول هذا الكورنيال هيزنس هو سببه كونجنتال جلوكوما. اذا جانا الطفل عنده ووترنج اوف ذا اي يعني لاكريميشن، هنا ممكن هو كونجنتال جلوكوما الكوز، او ممكن عنده كونجنتال نيزولاكريمال دكت اوبستراكشن، الموضوع ما له علاقه بالجلوكوما، نيزولاكريمال دكت اوبستراكشن، او ممكن فايرال كونجكتيفايتس اللي يصير بالاوفثالميا نيوتورم، او كورنيال ابريجن. فأيضا لازم أقيس الانتراوكيولار بريشر، يلا أحدد. بالنسبة للتريتمنت اوف كونجنتال جلوكوما، طبعا التريتمنت اوف كونجنتال جلوكوما از سيرجري، نقطة رأس سطر، ما بيها نقاش. ماكو شيء اسمه أخلي الطفل أنا على ميديكال تريتمنت والعلاج ميديكال تريتمنت. التريتمنت اوف كونجنتال جلوكوما از سيرجري تحت. بس شنو أنا مرات أستخدم التريتمنت كبري اوبراتيف بريبريشن، يعني انا اذا جاني طفل عنده كونجنتال جلوكوما والانترا اوكيولار بريشر مالته عالي واصل 40 او 50، اكيد اجراء السيرجري بهيجي سيتويشن بريسك عالي، كومبليكيشن عالي. فانا ايش اسوي؟ انطي الميديكال تريتمنت كبري اوبراتيف بريبريشن، اقلل الانترا اوكيولار بريشر الى ليفل مقبول واسوي السيرجري. لانه ما معقوله انه انا اخلي طفل على ميديكال تريتمنت هو طفل صغير واخليه على ميديكال تريتمنت طول العمر، وانا عندي اوبشن اسوي له سيرجري وانهي الموضوع. واضح؟ شنو ممكن ميديكال تريتمنت اللي استخدمها كبري اوبراتيف بريبريشن؟ ممكن استخدم الكربونيك انهايدريز انهبيتر، سيستميك كربونيك انهايدريز انهبيتر، باعتبار هذه تقلل الاكويس برودكشن باي انهبيشن اوف كربونيك انهايدريز انزيم اللي هو ريسبونسبل فور اكتيف اكويس برودكشن. ايضا ممكن استخدم توبيكال كربونيك انهايدريز، هذه سيستميك وهذه توبيكال اللي يسمونها الدورزولامايد،
وممكن استخدم بيتا بلوكر ايضا بيتا بلوكر blocking the beta receptors and inhibit the sodium potassium activase enzyme ايضا يقلل الactive aqueous production. هذه كلها preparation. المين تريتمنت هي السيرجري. زين شنو هي السيرجري اللي اسويها بالcongenital glaucoma؟ طبعا هنا اختيار السيرجري عندنا احنا different types of surgery. اختيار السيرجري يعتمد على different factors. هل يعتمد انه هل الكورنيا كلير اور هيزي، ويعتمد هل الكنال اوف شليم بريزنت اور ابسنت فايبروست. اذا كان الكورنيال دايمتر اقل من 13 مليمتر معناها الكنال اوف شليم بريزنت، اذا اكثر من 13 مليمتر معناها الكنال اوف شليم از اتروفايد اور فايبروست. واضح؟ فاذا اذا الكورنيال دايمتر اقل من 13 معناها الكنال اوف شليم بريزنت. راح تقولوا لي ليش واذا الكنال اوف شليم بريزنت؟ ها اذا الكنال اوف شليم بريزنت انا اقدر اسوي منفذ اخلي الاكويس يدخل بالنورمال باثوي، يدخل مباشره الاكويس للكنال اوف شليم ويروح للابسكليرال فينس سيركوليشن. اوكي، فهنا بهالحاله اذا كان الدايمتر اقل من 13 اشوف الكورنيا. اذا الكورنيا كلير معناها اقدر اشوف الانجل اوف ذا اي، واذا قدرت اشوف الانجل اوف ذا اي اقدر اسوي جونيوتومي. جونيوتومي معناها اسوي فتحه وين بالانجل اوف ذا اي، الممبرين اللي كفرنج ذا ترابيكولار مشورك، اقدر افتح هذا الممبرين وهنا يقدر الاكويس يعبر مباشره للشليم كنال ويصير له درينج. اذا الكورنيا هيزي هنا معناها ما اقدر اشوف الانجل، فادخل بالاتجاه المعاكس من الشليم كنال واسوي منفذ للانتيرير تشامبر، يسموه ترابيكيولوتومي. ترابيكيولوتومي هذا اذا اني لا ليت كيسز يعني الكورنيال دايمتر اكثر من 13 معناها الشليم كنال فايبروست وابسنت، هنا بعد ما يفيد هذا الجونيوتومي او الترابيكيولوتومي، فلازم اسوي طريق بديل للاكويس انه اسوي ترابيكيولكتومي. ترابيكيولكتومي هنا اشيل قطعه من الترابيكولار مش وورك وجزء من السكليرا واخلي الاكويس يعبر مباشره تحت الكونجكتايفا السب كونجكتايفال سبيس على مود يصير له ابزوربشن عن طريق الكونجكتايفا، يعني يصير منفذ مباشر من الانتيرير تشامبر للسب كونجكتايفال سبيس. هاي راح اشرحها بتفاصيلها بعدين بالسيرجيكال بروسيجر مال الجلوكوما. حكينا على الكونجنتال جلوكوما، هسه نحكي على الاكوايرد جلوكوما. الاكوايرد جلوكوما قلنا ممكن تكون اوبن انجل او كلوز انجل. اهم وحده اللي هي الاوبن انجل جلوكوما. It is a bilateral asymmetrical non-congestive increase of intraocular pressure in the absence of angle closure leading to optic nerve damage and visual field defect. عادة يعني الانسيدنس مالتها in the age above 50 years equal between male and female and usually it's a bilateral disease but one eye precedes the other. Risk factors: the positive family history يعتبر important risk factor. الريس ايضا لانه most commonly يصير بالblack people. الاوكيلر ديزيز فور اكزامبل مايوبيا اور سنترال ريتينال فين اوكلوجن هنا يعتبر الريسك فاكتور. سيستميك ديزيز فور اكزامبل دايابيتيز فيزوسباستيك ديس اوردر اند ميجرين. والاوكيلر هايبرتنشن يعتبر واحد من الامبورتنت ريسك فاكتورز. هنا الساينز ايش راح نلقى؟ نلقى انكريز انترا اوكيلر بريشر، نلقى جلوكوماتوس اوبتيك ديسك كابينج، ونلقى فيجوال فيلد ديفكت. واذا نسوي كونيوسكوبي راح نلقى الانجل اوبند. واضح؟ الجلوكوماتوس اوبتيك ديسك كابينج تذكرون بالفيزيولوجي اخذتوها بصف ثاني، احنا قلنا النورمال كاب تو ديسك ريشيو هي 0.3 اور ليس. بالجلوكوماتوس كابينج راح نلقى الكاب ديسك ريشيو انكريزد اكثر من 0.3. ليش يصير هالانكريز بالكاب ديسك ريشيو؟ اكو تو ثيوريز، ثيوري يسموها الميكانيكال ثيوري والثيوري الثانيه يسموها الاسكيميك او الفاسكولار ثيوري. الميكانيكال ثيوري شنو معناها؟ يقول لك احنا وين ذير از انكريز بالانترا اوكيلار بريشر، هذا البريشر العالي راح يسوي بريشر على الوولز، اضعف منطقه موجوده بالوول راح يصير بيها باونج.
يا هي أضعف منطقة موجودة بالبول هي اللامينا كربروزا. اللامينا كربروزا هي منطقة بالسكليرة تكون مثقبة، هي المكان اللي يدخل به الأوبتيك نيرف إنسايد ذا آي، فهذه تعتبر الويك أريا بالآي بول، بالآي وول العفو. فراح يصير باونج باللامينا كربروزا، هذا الباونج باللامينا كربروزا راح يسوي برجر على الأكزونز مال الأوبتيك نيرف اللي موجودة هنا، وهذا يسوي دمج وديجنريشن للأكزونز فيصير عندنا الكابنج. واضح؟ والثيوري الثانية اللي هي الاسكيميك أو الباسكولر ثيوري، معناها هنا الهاي برجر، الهاي انترا اوكيولر برجر راح يسوي اوكلوجن بالبلود فازلز في هذه الاريا ويسوي اسكيميا ويسوي دمج للأوبتيك اوبتيك نيرف فايبرز اللي موجودة باللامينا كربروزا. واضح؟ هذا مخطط ايضا للأوبتيك نيرف هيد، الاريا اللي يدخل بها الأوبتيك نيرف through the sclera، وهنا يوضح التو ثيوريز. هذا ايضا مخطط بالاوبتيك نيرف. هنا الفيزيولوجيكال كاب، اذا تلاحظون هذا الفيزيولوجيكال كاب، يعني هذا النورمال فيزيولوجيكال كاب اللي هو 0.3. هنا هذول، هذا عنده لارج فيزيولوجيكال كاب، وهنا شوفوا اذا صار جلوكوماتوس كابنج شلون يصير دمج ولوس بالاوبتيك نيرف فايبرز. هذا اللون الاصفر يمثل الاوبتيك نيرف فايبرز، هنا شوفوا بالجلوكوما يصير لوس اوف اوبتيك نيرف فايبرز. عندنا يعني الكابينج، هذا هو النورمال فيزيولوجيكال كاب. واضح؟ هذا شوفوا جلوكوماتوس كاب، شوف الكاب شلون كبير هنا تقريبا 0.9. هذه ايضا يعني اكزامبلز او نماذج على اوبتيك نيرف كابينج، بس هنا شوفوا مثلا هنا هذا عندنا تقريبا 0.6 الكاب ديسك ريشيو، هنا تقريبا 0.7، هنا تقريبا 0.8، وهنا تقريبا 0.9 كاب ديسك ريشيو انكريز. هذا هيستوباثولوجيكال سكشن بالجلوكوماتوس اوبتيك نيرف، هذا هو النورمال شوفوا، هذا شكل الاوبتيك نيرف النورمال. هنا شوفوا الكابينج، هذا كابينج وهذا ايضا كابينج بالاوبتيك نيرف. طبعا هذا الدمج بالاوبتيك نيرف فايبرز او الاكزونز راح يسوي له فيجوال فيلد ديفكت، لانه الارياز اوف ذا ريتينا اللي هي يصير دمج بالاكزونز مالتها ايش راح يصير؟ هذه الاريا تظهر على شكل فيجوال فيلد ديفكت. طبعا احنا الفيجوال فيلد ديفكت بالجلوكوما ما يظهر الا لما يصير عندنا تقريبا لوس اوف 40% اوف اوبتيك نيرف فايبرز، تبدي تشينجز، نبدي من البسيط باتجاه الأصعب. ممكن تبدي بالبداية early changes اللي هي عبارة عن variability response in the area that subsequently develop defect، بعدين تصير paracentral scotoma اللي تكون عادة superionasally، بعدين تصير nasal step. شنو nasal step؟ nasal step يعني يصير defect بال nasal visual field. بس ليش سموه step؟ لانه هنا يكون يعني الديفكت يا اما above the horizontal line او below the horizontal line. يعني اذا نرسم فد مخطط horizontal line بالفيجوال فيلد نلقى الستيب هي صايره يا اما above the horizontal line او below the horizontal line، ما ماخذه من الابوف والبلو horizontal، فلذا سموها nasal step. او ممكن يصير temporal wedge، temporal wedge بالضبط مثل النيزل ستيب ولكن يصير بالتمبرال فيلد، وهي هذه عادة تكون less common than the nasal step. اذا تأخرنا اكثر وما عالجنا المريض راح الفيجوال فيلد ديفكت يزيد، يظهر على شكل arcuate defect، يبدي من البلايند سبوت باتجاه البريفري. والarcuate defect يكون ايضا يا اما above the horizontal line او below the horizontal line، يعني عندي arcuate اشوفها وحده above the horizontal line او arcuate وحده below the horizontal line. اذا صار عندي two arcuate وحده above وحده below the horizontal line، هذه راح تصير يسموها ring scotoma. واضح؟ واذا تاخرنا ما عالجنا المريض راح نوصل للend stage changes اللي هي عباره عن small island of central vision with temporal island of vision. راح تقولوا لي ليش صارت هذه الديفكتس بهالطريقه، يعني visual field defect؟ السبب هو هذا،
الاناتومي اوف ريتينال نيرف فايبرز. يعني انا من يصير عندي دامج هنا بالاوبتيك نيرف اكزونز، شوفوا الديستريبيوشن اوف ذا اكزونز بالريتينا، طريقه الديستريبيوشن. ليش الهوريزونتال لاين هنا من ساعة قلنا النيزل ستيب او التمبرال ويج او الاركيويت تكون يا اما ابف او بيلو ذا هوريزونتال لاين؟ هو هذا السبب. بالارلي تشينجز يصير عندي لوس بجهه واحده، راح يصير اركيويت ابف او بيلو. لما اتاخر اني اكثر راح يصير دبل اركيويت. فهنا الاناتومي هو اوف ريتينال نيرف فايبر لايرز هو اللي يحدد شكل الفيجوال فيلد ديفكت اللي يصير بالجلوكوما. زين، هذا الحكي احنا جاي نحكي على الفيجوال فيلد ديفكت بالجلوكوما، لكن احنا شلون راح نحدد الفيجوال فيلد؟ يعني انا من اقول فيجوال فيلد ديفكت من يجيني مريض معناها لازم اسوي له فيجوال فيلد. شلون اسوي له فيجوال فيلد؟ عندنا جهاز لقياس الفيجوال فيلد يسمونه البريمتري. هذه مو تنسوه بالام سي كيو يجيكم. البريمتري از ان انسترومنت يوز تو measure the visual field. البريمتري عندنا two types either kinetic or static. الكينيتيك معناها presentation of moving stimuli of fixed size and intensity from the non-seeing area until it's perceived. يعني اذا تذكرون بالباطنية كانوا ينطونكم فشي يعني في طريقة كرود احدد بيها الفيجوال فيلد، يسولكم يسمونه الكونفرونتيشن تيست، انه يجيب فد اوبجكت من البريفري يبدي يحركه باتجاه السنتر الى ان المريض يشوف هذا الاوبجكت وتحدد. هذا هو مبدا الكاينتيك الكاينتيك بريمتري. في حين الاستاتيك بريمتري لا، الاستاتيك بريمتري برزنتيشن اوف نون موفينج ستيمولاي اوف فيرينج انتنسيتي ان ذا سيم بوزيشن. الاستاتيك بريمتري هنا انا اطل اخلي له اوبجكتس بمكان ثابت بانتنسيتي قليله بحيث ما يشوفها المريض، وبعدين ابدا ازيد بالانتنسيتي جراجولي لمن يحسه المريض، احدد على يا انتنسيتي قدر يتحسسها المريض، واعيده بمختلف الارياز اوف ذا فيجوال فيلد واحدد هنا الفيجوال فيلد انتنسيتي. اوكي، هذا هذه هنا صور للكاينتيك والستاتيك بريمتري. حكينا على البرايمري اوبن انجل جلوكوما، الفيتشرز مالته، الدايجنوسيس. هسه نحكي على التريتمنت. يعني انا اذا جاني مريض عنده جلوكوما شلون اعالجه؟ هنا عندنا 3 اوبشنز فور تريتمنت، ايذر ميديكال اور ليزر اور سيرجيكال. الميديكال تريتمنت اللي هي تشمل التوبيكال تريتمنت، عندنا البيتا بلوكرز دروبس فور اكزامبل تيميلول بيتاكزيلول اللي هي يوزد توايس ديلي. هنا الطريقة الاكشن مالتها انه decrease aqueous production by blocking the beta receptors on the ciliary body epithelium. عندنا الاوبشن الثاني اللي هو البروستوغلاندين انالوج اللي هي هذه ايضا دروبس، هذه enhance the uveal scleral outflow and this given once daily. اكزامبل عليها عندنا لاتانوبروست، ترافوبروست، بيماتوبروست. واضح. الاوبشن الثالث اللي هو topical carbonic anhydrase inhibitor. هنا عندنا الدورزولامايد او عندنا البرنزولامايد، هذه يوزد توايس ديلي، والمود اوف اكشن هو انهبيشن اوف كربونيك انهيدريز انزيم، ذس ويل ديكريز اكويس برودكشن. الاوبشن الرابع عندنا الالفا 2 اوغونست فور اكزامبل ذا ادرينالين، بريمونيدين، ابراكلونيدين. هذه بلوك ذا الفا 2 ريسبتورز اللي موجوده بالسيليري بودي. وين ذير از بلوكينج اوف الفا 2 ريسبتورز this will decrease aqueous production and enhancing the uveal scleral outflow. النوع الخامس من الانتي جلوكوما دراجز عندنا المايوتكس. المايوتكس هي اللي دراجز اللي هي نسميها احنا باراسمباثو ماماتيك دراج. فور اكزامبل عندنا البايلوكاربين، والبايلوكاربين موجود بتراكيز مختلفه من 1 إلى 4%. عندنا 1% 2% 4% دروب. هذه انهانس the trabecular outflow. trabecular outflow طبعا لا اريدكم تنتبهوا لي على المايوتكس هنا، لانه هذا يستخدم بالاوبن انجل وبالكلوز انجل. بالاوبن انجل الى مود اوف اكشن، وبالكلوز انجل الى مود اوف اكشن يختلف. بالاوبن انجل جلوكوما المود اوف اكشن مالته هو انكريز trabecular outflow. بالكلوز انجل جلوكوما هسه راح احكي لكم اياه من ناخذها شنو المود اوف اكشن بالكلوز انجل جلوكوما. الخيار الثاني للتريتمنت اوف اوبن انجل جلوكوما هو الليزر ترابيكلوبلاستي.
الليزر ترابيكلوبلاستي هنا ايش وقت استخدمه انا؟ استخدمه مرات كأجوفنت ويا الميديكال تريتمنت، يعني اذا مريض عنده جلوكوما والانترا اوكيلار بريشر مالته ما يستقر الا اذا ياخذ ثلاث انواع من العلاج، فاني صعب اخلي المريض على هيجي يعني علاجات، وعاده علاجات الجلوكوما تكون كلش غاليه، يعني قطرات الجلوكوما اسعارها غاليه جدا، اكو بعض القطرات يوصل سعرها يعني 35 او 40 الف القطره الوحده، فاذا هو ياخذ مثلا علاجين او ثلاث انواع من العلاجات فسعرها مكلف، فهنا اسوي له ليزر ترابيكولوبلاستي. ليزر ترابيكولوبلاستي يقلل الانترا اوكيلار برجر بس ما يرجع للنورمال، بس شنو يخليني اقدر استخدم اقل عدد من الميديكال تريتمنت، واضح؟ او استخدمه بالبيجمنتري جلوكوما. بالبيجمنتري جلوكوما لا، هنا الليزر ترابيكولوبلاستي يعتبر فيري افكتيف تريتمنت، يعني ممكن بعد ما احتاج ميديكال تريتمنت وياه. طبعا الليزر ترابيكولوبلاستي عندنا تو تايبس، اما نستخدم الارجون ليزر او نستخدم سيلكتيف ليزر ترابيكولوبلاستي، واضح؟ اثنين هن نفس المود اوف اكشن. الخيار الثالث للتريتمنت اوف اوبن انجل جلوكوما هو السيرجري او السيرجيكال تريتمنت. هنا السيرجيكال تريتمنت ممكن تكون ترابيكولكتومي او ممكن تكون درينج شانس اللي هو using بسكلارال امبلانتس اكسبلانتس. هنا شو وقت انا استخدم السيرجيكال تريتمنت؟ يعني انا اذا عندي ميديكال تريتمنت وليزر تريتمنت، ليش انا استخدم سيرجيكال تريتمنت؟ هنا السيرجيكال تريتمنت لها انديكيشن نستخدمها if the medical treatment fails to control the intraocular pressure or there is significant side effect of medical treatment. يعني المريض يستخدم medical treatment ويتحسن الانتراوكيلار بريشر مالته بس عنده فد significant سايد افكتس جاي يتاذى من عندها، او المريض يستخدم الميديكال تريتمنت والانتراوكيلار بريشر نوت ويل كنترول، او البيشنت يستخدم الميديكال تريتمنت بس مع ذلك there is deterioration بالفيجوال فيلد افكت. ايضا اذا كان المريض بور راح تقول لي ليش، واذا المريض بور ليش انا اروح السيرجري؟ لانه قلنا التريتمنت او الميديكال تريتمنت عاده تكون اكسبنسيف، فاذا البيشنت بور يجوز يوم يشتري القطره ويوم ما يحصلها، ما يقدر يشتريها ما عنده فلوس، فهذه الفتره اللي يقطع بها العلاج لانه ما قدر يشتري القطره هذا راح يسوي بروجريسيف اوبتيك نيرف دامج وفيجوال فيلد افكت، فاني بهالحاله لا احل القضيه مع المريض انه اسوي له سيرجري. ايضا اليانج بيشنت، يعني اذا مريض يانج وصار عنده اوبن انجل جلوكوما احاول اسوي له سيرجري، لانه ما معقوله انا اخليه طول العمر على قطرات، يعني اذا واحد عمره كبير يعني بيها مجال يتحمل القطرات 5 سنين 10 سنين 15 سنه، بس اذا واحد يانج عمره 30 سنه وانا اتوقع راح يعيش هو ان شاء الله يعني عمر طويل، فما معقوله اخليه 40 او 50 سنه على قطرات السايد افكتس مالتها والبرايسز مالتها. فاليانج بيشنت هنا السيرجري هم الجود اوبشن فور ذيم. هذا مخطط يمثل شلون اسوي الترابيكولكتومي. هنا الطريقه انه نفتح الكونجكتايفا نسوي فلاب بالسكليره، فلاب بهالطريقه، بعدين جوا الفلاب اخذ بلوك من الترابيكولار مشورك، اشيل قطعه من الترابيكولار مشورك، فايش راح يصير هنا؟ الانتيرير تشامبر مفتوحه مباشره على السكليره، واضح؟ بعدين ارجع الفلاب لمكانه اخيطه، واضح؟ وارجع اسد الكونجكتايفا. ايش صار عندي؟ صار منفذ مباشر من الانتيرير تشامبر يمر تحت الفلاب مال السكليره يطلع للسب كونجكتايفال سبيس، فهنا راح يبدي يتجمع الاكويس، يطلع من الانتيرير تشامبر يجمع بالسب كونجكتايفال سبيس ويصير له ابزوربشن عن طريق الكونجكتايفال بلاد فيزلز. فهذا هنا شوفوا ايضا هذا المخطط، هنا شوفوا يجي الاكويس مباشره يدخل من تحت السكليرال فلاب يتجمع بالسب كونجكتايفال سبيس، فحتى الكونجكتايفال في هذه الاريا يصير اليفيتد، نسميها الكونجكتايفال بليب او الفلتريشن بليب، ويصير ابزوربشن الاكويس في هذه الاريا. هذا ايش راح يسوي؟ راح يحافظ لنا على الانترا اوكيلار بريشر بالانتيرير تشامبر يكون لو، واضح؟ خلصنا الاوبن انجل جلوكوما، هسه راح نجي على الكلوزد انجل جلوكوما. الكلوزد انجل جلوكوما اتس ان اكيوت انكريز اوف انتراوكيلار بريشر ديو تو سادن كلوجر اوف ا نارو انجل باي ذا ايريس.
and usually occurs in attacks. عادة الانسيدنس مالته يكون bilateral بس هو ما يبدي bilateral يعني مباشرة، تبدي one eye ورا فترة تبدي the other eye. More common in females وعادة يصير after the age of 40 years. The predisposing factor يعني هل كل إنسان يصير عنده angle closure glaucoma؟ لا، يصير عند الناس اللي عندهم high risk، اللي هم الناس اللي عندهم hypermetropia، لأنه بالhypermetropia تكون ال eye small، وهذه الاي السمول اي يصير الانترا اوكيلر ستراكشرز كراودد، فالانجل تكون الانتيرير تشامبر تكون شالو والانجل تكون نارو فايزلي بي اوكلودد. ايضا ممكن يصير بالاولد ايج بيشنت، ليش؟ ديو تو بروجريسيف انكريز ان ذا لينز ثيكنس ويل بوش ذا ايريس فورورد، فراح يصير الانجل ايضا نارو. كلينيكلي هذا ابو الانجل كلوجر جلوكوما ممكن اني اكتشفه قبل لا يصير الاتاك عنده. شلون اكتشفه؟ اكتشفه ونسميها هذه الستيج نسميها الليتنت او الاسمتوماتيك ستيج، اللي هي الستيج الاولى من الانجل كلوجر. بالسليت لامب اشوف شالو اي سي واشوف البريفرال ايريس كلوز تو ذا كورنيا، كلش قريبه البريفرال ايريس اشوفها كلش قريبه على الكورنيا، والانجل اشوفها نسميها سليت انجل، يعني الانجل كلش رفيع باقي. هنا من اشوف هيك حاله ما اعوف المريض، لان بس اعوفه ممكن راح يصير عنده اكيوت انجل كلوجر، فاسوي له بروفيلاكتيك ليزر بيرفرال اريدوتومي، يعني اسوي فتحه بالبيرفرال ايريس على مود الاكويس يدخل مباشره من البوستيرير تشامبر باتجاه الانجل فيوسع لنا الانجل. يعني احنا قلنا اسمه انترميتنت، يعني تجي اتاك اوف هاي انتر اوكيلر بريشر بعدين سب سايد، تجي اتاك يعني يصير انجل كلوجر وينفتح، يصير انجل كلوجر وينفتح. فمن يصير انجل كلوجر يصعد الانتراكيلر بريشر، من تنفتح يبدا يرجع ينزل، فبتوين اتاكس القى الانتراكيلر بريشر نورمال. بس من الهيستوري والجونيوسكوبي راح اعرف الدايجنوسيس. او يتاخر المريض ويجيني مباشره بالاكيوت كونجستيف ستيج، يعني داخل بعد عابر مرحله الاسمتوماتيك والبرودرومال مباشره acute congestive stage. هنا يصير total occlusion بالانجل of the eye، وهنا المريض راح يجيني severe ocular pain with headache، severe decrease بالvision، diminution of vision بحيث يوصل مرحلة hand movement or perception of light. الhand movement or perception of light هاي هي بالgrading مال visual acuity. انتوا اذا تذكرون اخذنا فيجوال اكيوتي قلنا ممكن المريض 6 على 6 6 على 9 6 على 12 الى ان نوصل 6 على 60، بعدين فينجر كاونتنج، اذا ما قدر يسوي فينجر كاونتنج يقل الفيجن اكثر يصير هاند موفمنت، واذا اقل من هاند موفمنت بيرسبشن اوف لايت، وبعدين التوتال بلايندنس اللي هو نو بيرسبشن اوف لايت. فهنا يجي سيفير فيجوال امبيرمنت، يعني الفيجوال اكيوتي مالته تكون يا اما هاند موفمنت او بيرسبشن اوف لايت. واضح؟ ايضا يجي المريض عنده لاكرميشن، فوتوفوبيا، بليفاروسبازم، كلرد هالوز اراوند ذا لايت ديو تو كورنيا اوديما. الساينز اللي اشوفها بالسليت لام ممكن اسوي القى سيلياري فلاشنج او نسمي يعني خلينا نقول نلقى ريد اي كونجستشن اوف ليمبل اند كونجكتيفال بلاد فيزلز، القى الانترا اوكيلر بريشر سيفيرلي اليفيتد يعني اكثر من 50 مليمتر ميركوري، القى كورنيال ايديما كورنيال ايديما وذ ابيثيليال فيسيكلز. الانتيرير تشامبر اذا اشوفها راح اشوف شالو انتيرير تشامبر واشوف بريفرال اريدو كورنيال تاتش، اشوف البريفرال ايريس لاتشه على البريفرال كورنيا سادت لي الانجل تماما. انتيرير تشامبر شالو والقى ايريس بومبي. شنو معنى الايريس بومبي؟ الايريس بومبي يعني الايريس صايره دوم شيب. هسه عندي صوره راح اشوفكم اياها. ايضا القى بسبب هاي انترا اوكيلر بريشر راح يصير فد انفلاميشن انسايد ذا اي، راح القى سيلز واكويس هيومر فليرز، والبيوبل يكون فيرتيكالي اوفال فيكست ان ميد دايليتد بوزيشن اند نوت رياكتيف تو لا. شوفوا هذا البيشنت عنده انجل كلوجر جلوكوما، شوفون عنده ريد اي، وشوفوا البيوبل ان ميد دايليتد بوزيشن نون رياكتيف تو لايت، واذا تشوفون الكورنيه الكورنيه هيزي وبيها تايني فيسيكلز، هذه بسبب الكورنيال اوديما اللي سببها هاي انترا اوكيلر بريشر. هذا هو الايريس بومبي اللي قلت لكم عليه. الايريس بومبي يعني اشوف الايريس
صايرة دوم شيب. شوفوا هذا هنا مقطع جانبي، شوفوا الايرس صايرة دوم شيب. والسبب هنا انه الاكويس متجمع بالبوستيرير تشامبر and pushing the peripheral iris forward and closing the angle. شنو التريتمنت بالاكيوت انجل كلوجر جلوكوما؟ ممكن استخدم الميديكال تريتمنت، والميديكال تريتمنت نبدي باللوكال تريتمنت او توبيكال تريتمنت. اول واهم دراج هو المايوتكس اللي ذكرناها من ساعه بالاوبن انجل جلوكوما، بس قلت لكم المود اوف اكشن هنا مال المايوتكس بالانجل كلوجر يختلف. عندنا اكزامبل البايلوكاربين، الاكشن هنا كونتراكشن اوف ذا سفينكتر بيوبلي مسل. ايش راح يسبب هذا؟ pulling the iris away from the angle. يعني من يصير احنا قلنا البيوبل in mid dilated position، من اعطي مايوتكس راح يصير constriction of the pupil. هذا will pull the peripheral iris away from the angle and this will open the angle and also this will widen the iris crypts and increase the drainage of aqueous humor. ممكن نستخدم other adjuvant drugs، ممكن نستخدم بيتا بلوكر على مدى نقلل aqueous production، topical carbonic anhydrase inhibitor ايضا نقلل aqueous production، ونستخدم topical steroid على مود نقلل الانفلاميشن ونقلل البريفرال انتيرير ساينيكيا. البريفرال انتيرير ساينيكيا معناها بيرمننت ادهيجن بتوين ذا بريفرال ايريس اند ذا بريفرال كورنيا. واذا صار بيرمننت ادهيجن بعد يعني الكونديشن تصير الميديكال تريتمنت نوت افكتيف، فلازم انطي ستيرويد على مود اقلل الانسيدنس اوف بريفرال انتيرير ساينيكيا. ايضا ممكن استخدم سيستميك تريتمنت. Systemic treatment ممكن استخدم systemic carbonic anhydrase inhibitor for example acetazolamide. ايضا المريض يجيني عنده pain وهدك ونوزيا وvomiting، فممكن انطي analgesic انطي anti-emetics. واضح؟ هذه بالنسبة للميديكال treatment. السيرجيكال treatment انا لازم اسوي peripheral iridectomy، يعني اسوي فتحة بالperipheral iris. وقلت لكم احنا نسوي الفتحة على مود الاكويس يعبر مباشرة من البوستيرير تشامبر للانتيرير تشامبر للانجل اوف ذا اي مباشرة حتى يفتح لنا الانجل. هنا يعني البرنسبل هو create communication between posterior and anterior chamber to prevent further closure of the angle او future closure of the angle. هذه يمتى نسوي احنا البريفرال ايريدكتومي؟ ممكن نستخدمها بالبرودرومال ستيج او بالاكيوت انجل كلوجر، بس على شرط تكون نو بريفرال انتيرير ساينيكيا. لان اذا صارت عندي بريفرال انتيرير ساينيكيا بعد حتى لو اسوي كوميونيكيشن يبقى الانترا اوكيلر بريشر عالي، الانجل بعد ما تنفتح لان صار ادهيجن. فشرط انه اني الحق اسوي البريفرال اريدكتومي قبل لا اصير بريفرال انتيرير ساينيكيا. وممكن اني هذا اصلا البريفرال اريدكتومي اسويه كبروفيلاكتيك تريتمنت تو ذا اذر اي. يعني انا من يجيني مريض وعده 1 اي صاير بها اكيوت انجل كلوجر، وقلنا احنا الاكيوت انجل كلوجر از بايلاترال ديزيز بس يصير ب 1 اي قبل الاذر. فمن يصير ب 1 اي اكيوت انجل كلوجر لازم انا اسوي بريفرال اريدكتومي للاذر اي تو بروتكت ات. اوكي، راح يسالني واحد منكم يقول لي دكتور شلون انا اسوي بريفرال اريدكتومي؟ يعني شلون اسوي فتحه بالبريفرال ايرس؟ شنو الطريقه؟ عندنا طريقتين، يا اما سيرجيكالي انه افتح فتحه بالبريفرال كورنيا وادخل على الايرس واسوي فتحه بالايرس بالبريفرال ايرس، او باي ليزر. ليزر ممكن استخدم الاندي ياج ليزر، اضرب ليزر على البريفرال كورنيا على البريفرال ايرس تصير تنفتح فتحه بالبريفرال ايرس. او اذا هذه كلها التريتمنت ما فادت او صار عندي بريفرال انتيرير ساينيكي، فيبقى الحل الاخير اللي هو السيرجري اللي هو الاكسترنال فيستولايزنج اوبريشن او الترابيكيولكتومي اللي ناقشناه من الساعه بالاوبن جلوكوما. طبعا هذا المخطط هنا اذا تلاحظون بصور توضح البريفرال اريدوتومي. هنا شوفوا هذه الايرس مسوين ثقوب بالبريفرال ايرس بالليزر، هذه هي الليزر بريفرال اريدوتومي. او ممكن هنا بهذه شوفوا هذه سيرجيكال، هذه انه فاتح فتحه بالبريفرال كورنيا داخل على الايرس مسوي فتحه. اوكي، ثانك يو فور يور listening. اتمنى تكون المحاضره مو طويله، وان شاء الله المحاضره واضحه، وحقيقه هي محاضره مهمه
جدا يعني مهمة جدا بالامتحان، ومهمة جدا لكم كأطباء بالمستقبل، لأنه هواي راح يعني تواجهون cases of glaucoma، ممكن من أهلكم من أقاربكم أو ممكن أنت من الداوم بالمستشفى. وإذا عندكم أي سؤال أنا حاضر. شكرا جزيلا لكم.